اليوم كتزامن هذه الوقفة أمام أكاديمية ديال الجهة ديال الدار البيضاء سطات في البداية بعد أن ندين بالاقتطاعات الجائرة في حق الأجور هزيلة ديال الأستاذ، خصوصا حنا نحن على أبواب ديال العيد ديال الأضحى وحنا كنعرفوا المصاريف اللي كتطلب هذه المناسبة ديال العيد الأضحى، وبالتالي ديك الشعارات الزائفة ديال الوزارة على أن الأستاذ تهتم بوضعية ديال الأستاذ الاجتماعية والمادية وأنه مدخل أساسي لإصلاح ديال التعليم، هذه شعارات زائفة ديال الوزارة، شعارات مخادعة، شعارات ماكرة لا أساس لها من الصحة. اليوم مجموعة من الأساتذة هنا واقفين أكيد كيعلنوا على هذا الخذلان، على هذه الوضعية المادية والاجتماعية والوضع الهش اللي كيعيشوا الأستاذ في هذه المنظومة التربوية. اليوم كذلك كتزامن هذه الموقفة كذلك ما يسمى بالنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، أكيد الوقفة اليوم هو يعني تحت شعار رفضنا الجماعي لهذا النظام الأساسي ديال المهن التربية والتكوين، هذا المخطط الذي يريد القضاء على المدرسة العمومية، يريد القضاء على ما تبقى من مكاسب الشعب المغربي، يريد الاغتصاب وإجهاز حقوق ديال الأسرة ديال التعليمية، وبالتالي نوجه رسالة إلى أسرة ديال التعليم، إلى نساء ورجال التعليم، أن نكون يدا في يد، لأننا في خندق واحد، لأننا لنا مصير واحد، وآن الأوان لكي نتحد أمام هذه المخططات التي تريد القضاء أو تريد الإجهاز على الحقوق أو المكتسبات ديال الأسرة ديال التعليم، وبالتالي نحمل المسؤولية للإطارة النقابية، نحمل المسؤولية لنساء ورجال التعليم على هذا المنزلق الخطير اللي أكيد كتعرض ليه المنظومة ديال التدريس ديال المهن ديال التربية والتكوين. ثالث حاجة، يعني اليوم حنا واقفين أمام أكاديمية ديال الجهة ديال الدار البيضاء سطات لنعلن تضامننا المبدئي والغير المشروط مع أساتذة ديال الرياضيات اللي كيتعرضوا لأساليب غير تربوية، كيتم الترتيب ديالهم تصديق المجزوئات ديال الأسدس الأول، البارحة قاطعوا الأسدس الثاني على أساس أنهم عندهم واحد المطالع مشروعة اللي كيتعرضوا ديال من طرف أستاذين مكونين يتعرضون لواحد السياسة مجحفة بحق هاد الأستاذين، وبالتالي المطالبة ديالهم بتجويد تكوين، المطالبة ديالهم بتغيير هاد المكونين اللي كيتعرضوا من طرف أساليب غير تربوية. اليوم كنوجه رسالة على أن التنسيقية الوطنية عاسمة أن نتسطر معارك قوية من أجل تحصين هذه الأساتذة الرياضيات، من أجل أكيد إسقاط مخطط التعاقد وتحقيق الإدماج. هذه الوقفة جاءت تزامنا مع الاقتطاعات الجائرة في الأجور ديالنا الهزيلة، وكذلك جاءت تزامنا مع يعني لكي نعبر للرأي العام بأننا نرفض النظام الأساسي الجديد الذي تدعي فيه الوزارة بأنها أتت أو ستأتي بحلول مبتكرة، وكذلك تضامن المبدئي واللا مشروط مع أساتذة الرياضيات في مركز التربية والتكوين في أسفي، كذلك لما يشهدون من تصرفات وممارسات التي أقل ما يقال عنها على أنها يعني ممارسات لا تمت لعالم التربية بصلة، وأننا سنرجع هذا الأمر إلى يعني مخلفات التعاقد، يعني الاشتغال بالعقدة في هذا النظام الجديد، في هذه الوضعية الجديدة التي تتحدث عنها الوزارة يعني بشكل مستفيض، وعلى أنها يعني هي وضعية يعني ساهمت في توظيف مجموعة من الشباب المغربي، والتي يعني من داخل التنسيقية الوطنية نقول على أن هذه الطريقة هي ساهمت في الهشاشة وساهمت في يعني جاءت مع الويلات، وكذلك ساهمت في تخريب النظام التوظيفي في المغرب. كما أعيد وأكرر بأن هذه الوقفة جاءت تزامنا مع الاقتطاعات الجائرة في أجورنا الهزيلة، وكذلك رفضنا المبدئي واللا مشروط للنظام الأساسي الجديد، وكذلك تضامننا مع أساتذة الرياضيات بأسفي.